للمزرعه وللمحميه جوزه حاطه انا خاصه قلت باع شلون ماي وظل ينزل باعه. السلام عليكم حبايبي القلب ومساكم الله بالخير. بدايه الحلقه ماساه كلش قويه، رحنا للبحر والله ما وفقنا بروحتنا للبحر. اسكت 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 يلا اللي بعد فتحت الكاميرا انا. الله ما وفقنا بروحتنا البحر وصار بايدي راح تشوفوني طقتني سناره وعمليه شقوا ايدي وخيطوه ودفع الله ما كان اعظم ورجعنا للبيت وشفنا حريق صاير بالمزرعه وراح تشوفون الحلقه وما يخلوني لا هذا ولا ذاك نسولف. فالحمد لله على كل حال اخوان، اترككم ويا الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك، ليكم ويا الفيديو. بدايه الموقف حبايب القلب مساكم الله بالخير. بلشنا اول طلعتنا للبحر، فراح ننزل غراض كلهن هسه، فان شاء الله بس انزل غراض نكملهن راح اصور لكم كل شيء ما صورت لكم بالبدايه، من حضرت الغراض من هو شغلات ما صورت لكم اياهن. نبلش بالغراض ننزلهن وارجع بنظل يصيحون يصيحون. عدنا الغراض كلهن شوفوا، وهذا من الي هسه الترتيب الجديد ما تعبر الجمرك الى مياق نجاده، فجبت النجاده الجديده العده مالتي هاي العده مالتي، بعد لي جنطة هذا الكرسي والجنطة، وهاي غراض الجماعة كلها صعدناها وان شاء الله ربع ساعة متوكلين. وصلنا لمرحلة الربيان، عاش السيد عاش السيد. نقول بسم الله وطلعنا، بس هو عالي كلش عالي الى جاي يسمعون يعني. وكلنا بالله وبعد هسه الماي خابط، هذا سحوله الماي خابط، هسه شوي شوي يظل يصفى الماي شوي شوي يظل يصفى، النوبه نوصل للمن الازرق، بس بالغمج هناك بالاعماق هناك الماي الاسود اسود اخوان، ماي اسود هذا الاعماق كله 150 متر وفوق. حبايب هسه متجهين للهوعه، الهوعه اللي هو المكان اللي نصيد فيه، يعني مثل ما تقولون جبل هو في حجر هنا يتجمع السمك.
فنسيت المايك ما جبته، انا جهزت عدتي مال التصوير كلها بس المايك نسيته. فالحمد لله وشكرا اخوان، فان شاء الله سمعوني واضح هسه ان شاء الله من تجهيز للقوعة مثل ما قلت لكم انا، واي شيء يحدث راح اصور لكم اياه. بس احتمال اخوان ما راح انذب هسه لان وقت راحتنا، وبعد ان شاء الله هي مسافه من الكمره اللي طلعنا بيه، يعني مثل ما تقول من مكان طلعنا بيه لحد القوعة المكان اللي نصيد بيه 8 ساعات، 8 ساعات ضبط يلا نوصل للمكان. والشمس غابت هو عالي، فاحتمال اخوان لقطات حلوه، اذا اكو لقطات حلوه راح اصور لكم اياها، فان شاء الله نلقى لقطات حلوه ونصور لكم. يا الله صبحكم الله بالخير، وهذا يوم جديد ان شاء الله متجهين هسه القوعة الثانية اللي كنا طيبين بالماي الخابط. هسه يكون ماشي صفر، ما رحنا البارحة بالليل بالعمق لان تدرون بعد انتم هواء عالي وما زال الهواء عالي بعوله، فشوية شوية جاي يطيح الهواء، متجهين للاعماق. يا علي وهنا بلشت المأساة. هنا صدنا سمكة، والسمكة بيها السنارة كانت مكلبة، فبرفعت اللنج طقتني السنارة كلش قوية، وهنا مأساة بالضيم يا ولد. هنا رجعنا للقمرق تقريبا من الساعة 10 للساعة 6 صبح وصلنا للقمرق. هنا شوفوا خذيت الطراد وطلعت للمستشفى أنا وولد، ركبنا بالطراد بس أرد ألحق على روحي اللي انظلت السنارة 11 ساعة بيدي أخوان، 11 ساعة. فرحنا للدكتور وسواها عملية، يعني شقاها حاول بيها يطلعها ما طلعت، ليش؟ يعني متشلبة بالأوتار بالوريد وبالأوتار. فودانا المستشفى شقاها يلا طلع قدر يطلع السنارة. فالحمد لله أخوان دفع الله ما كان أعظم، هي هاي السفرة التعيسة الحمد لله والشكر أخوان، رجعنا بسلام. العودة إلى المزرعة والرحلة غير موفقة، الحمد لله وشكر أخوان، دفع الله ما كان أعظم واللي صار صار الحمد لله وشكر. ومن رجعنا للمزرعة قالوا لي صاير حريق بالمزرعة، وهم يعني دفع الله ما كان أعظم اللي قاسمه الله يصير. كمل الفيديو. بايب القلب مساكم الله بالخير، بعد رجوعي للبحر بيومين اخوان الحمد لله وشكر كملت العمليه مالتها وشالوا السناره وخيطوا ايدي الحمد لله. بالنسبه لدراغون، دراغون جواد مغطي وشال الغطاء اليوم، انا صار لي يوم ما طال المزرعه من رجعت يعني من البحر يوم ما اقدر احوش اخوان، الله لا يراويكم هذا الوجع اللي توجعته انا. فالحمد لله والشكر، وبروحتي للبحر انا اول يوم احترقت المزرعه، فالحمد لله على كل حال صايره حريق بالمزرعه وملحقين عليها الشباب ومطفيها. اللي محترق خلينا نفتح الباب ونسولف، ما اقدر افتح الباب اخوان بس خلينا افتح عليك كيف وارجع لكم. دراغون ما اعرف مشتاق لي ما ايش يسوي هالحركات ما ادري. تعال تعال الحمد لله على كل حال الشمعه شوفوا مايعه ومحترق الباريات كله، والقصب اللي كان هنا حاطه على مود نسوي بيه قفاصه الحمد لله الاتاكه ما لاحن لحقوا عليه الشباب. شوفوا شلون محترق، محترق الشمعه وطاقه باعوا ونازل واير جوا ومحترق، فدفع الله ما كان اعظم الحمد لله ما صارت كارثه وتشلب بالنخل وكان احترقت المزرعه اطلاقا. الحمد لله على كل حال اخوان كل شيء بالقسمه، نحمد الله ونشكره، همزين ما صار قدر واحترقت الحيوانات كله يولي هذا بالريش، اهم شيء الحيوانات ما صابهن اذيه ولا دراغون. دراغون قريب يم النار، يقول لك احنا قعدنا على صوت دراغون. يمتى صار الحريق؟ صار الحريق تقريبا الساعه اللي هو الفجر، الفجر يعني ورا الاذان الفجر يعني بالخمسه لاجحيني، بالخمسة لاجحينة النار مرتفعة الحج شافه والعالم اللي عبرت من هنا قالوا النار كلش عارف تدرون انتو هذا بسرعة يقوب. فالحمد لله وشكر اخوان اجوا وطفوها وما قصروا اولاد عمي وجيراننا جايين مطفينها من الشط ياخذون ماي بسطولة وفرغون بي. الحمد لله اخوان اهم شيء مثل ما قلت لكم الدجاج الحلال ما بي شيء هنا، انا هم زين ما لاحم تدرون بعد شوفوا خشب وهاي، فكان احترق الاتاك التركي الحمد لله اخوان الحمد لله. انا هنا تتذكروني اللي ابوه
ابوه هذاك العفو مات الحمد لله ما مقسوم وحولوه هنا حطوا ويا هذني. فان شاء الله احنا شو نسوي نحاول ما شاء الله هاي بيضات هنا عندنا 2 4 6 نحاول شو نسوي احنا اخوان نحاول نفرض كل زوج اب احد. هسه بين عندنا هاي النفية وهذا الفحل هاي النفية وهذا الفحل بين عندنا وين نخليه مثلا خانة هنا. بس قبل كل شيء قبل لا نسوي قبل لا نشتغل وقبل لا اي شيء نسوي لازم ننظم الكهرباء اولا. انا جبت هنا هاي وتر برو شوفوا ما يلوح مطر فنظامنا راح يصير كله وتر برو اخوان عرفت شلون على مو شنو النظام نسويه مرتب وحلو ونجيب ثانيا لايلون ونسقف هاي على مود لا يلوح المطر لا يلوح الشمعات هذين الاثنين ولو هن ما يشتغلن بس خاف يعني النتل او شيء لان تعرفون هذا حديد التور فيعبر فالمحميه تظل كلها تنتل واحتمال حتى تشيكو كله يظل ينتل. هاي الطريقه ولازم تنتبهون عليها انا انتبهت عليها وانتم هم يعني شغلات نبهوني بيهن. فعملنا راح يصير ان شاء الله شويه راح نشتغل. ما اعرف شنو اخبار البش القزم ايش قد مبيض احنا اخر شيء عفناه بس 3 بيضات وهسه راح نطب ونشوفه. صلوات على محمد وآل محمد. 2 4 6 بيضات وموصله. فالمفروض قلتوا لي انتم محمود حوطه ابطابوك وخلي له تبن او نشاره مال خشب حلو حكي عدل ومرتب 100%. فان شاء الله اليوم همين اخلي جواد يرتب لي انا اخوان انا كلش ما جاي اقدر اشتغل اخلي جواد هو اللي متكفل بالوضعيه كاكل ماي مدارات الطيور. فنفحص اول بدايه وين نقدر نفحص يعني الاعشاش الى مفقسات لو لا والله طلع لي كل شيء ماكو زين. انا قال جواد اكو فرخات طالعات هو متشيك الوضعيه طالعات لا مو هنا انا مو هنا انا زين وين هنا صلوات على محمد وآل محمد صلوات شوفوا بلش الانتاج يا ولد صلوات على محمد وآل محمد. هاي هنا عندنا تفقيس هنا عندنا تفقيس زين هنا شنو اكو ماكو شيء اعتقد هنا زين هنا ماكو شيء زين صلوات على محمد وآل محمد صلوات البقية ما اقدر اخوان ما اقدر افحص يعني ما شاء الله اخوان عندنا تفقيس خير من الله وعدنا بيض والطيور مرتاحة هنا وكلها جاي تنتج. تعرفون ليش؟ لأن الطبيعة موجودة فيشوفون يعني هوا نقي يطب لهم وثانيا يردون احتياجاتهم من التراب موجودة أكل جواتهم شرب جواتهم كل شيء جواته. فالحمد لله أخوان جواد يقول خالو بس مكان واحد خرت لي هو هنا شوفوا هنا أنا خرت من المطر اللي فات يعني. فهذني كلهن ما يحتاج احط لهن سيليكون اخوان او فوم. ايش راح اسوي؟ راح ادق لايلون كله شادر من البدايه للنهايه. غرفه الدجاج شوفوها السقيفه الحمد لله مطر ما لايحها. هنا انا جواد متكفل بامور المزرعه بعد الحكي كله صار يمه بعد واحتمال حتى التصوير يصير يمه. يعني هو راح يصور لكم وهو راح يشتغل بالمزرعه وهو راح يدار الحيوانات كلها بالمزرعه. وحط هذا صندوق ها صندوق عدل هذا صندوق وخلي هم بي اي عمود يطشرن يمك اي عمود يطشرن ان انا اكل بيت ونخال وبروتين. فخيف ترعى الحيوانات كلها احتمال هذا اني اطلحني يا ولد لان يعني بعد راغون منحبس وما يقدر يعني يطلع بعد لحد ما اجيب له سلسله وارتب له المكان يعني بس خطي بايدي
على مود ارتب لي يعني مثل ما قلت لكم من هنا راح يصير بناء فرمستون، من هنا بناء فرمستون راح يصير مثلث هم يعني يحمي بال، وادق هناك شيش بالاخير واربطه عم يطب ويطلع بالبيت مالته يحمي عن الامطار، واسوي بيه هيك من جوا على مود لا يطب الماء. رجعي 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 يلا رجعي، روح اكلي ذاك اكل، روحي انت مشنتره من بدايه مشنتره، ما ادري بيك انا شنو انت. حط لهم بركن منك بركن. اي يا العافيه. فمثل ما قلت لكم راح تشوفون الشغل انتم بعد شوي شوي، ولكم رجعوا رجعوا رجعوا. يطلع من الشطين تعلمن بعد، يتمنى الباب ينفتح، يتمنى حرام يطبع مدعوه في الباب مفتوح ويروح انا سبحان، يتمنى ما يقعد على راحه. جواد اريدك تسولف لي شنو صار هنا انا يعني خالو. بيوم المطرت بيوم المطرت مطر قوي سحاب الخمسة الفجر اجوا منا ناس قالوا لنا مزرعتكم احترق. انا منا بيتنا منا همني علي صوتك. كان جدو هيك همني يعني شاف اي شاف قال لي اي من شاف قبل راح وجه كرار والولد كلهم وجو هنا ظلوا يطفون بيها والحمد لله والشكر. الحمد لله اخوان باعوا شنو دفع الله ما كان اعظم. اي والله شوفوا الشمعه اللي صاير بيها باعوا ايش قد يعني خطره لعد هاي الشمعه. انا بكيت شمس ما اعتقد انا يعني ما تدري انت مطر. انا خبرتك اجواء ترى الكهرباء بعدها ما منظمها، دير بالك تشوف الدنيا مغيمه انا ما موجود انت شو تسوي قبل تطفي الكهرباء. طفي جوزك وجوزه بالبيت خاصه للمزرعه وللمحميه، جوزه حاطه انا خاصه قلت بس طفيها بعد ما عليه شيء. فما يدري يقول كان شمس وبوقتها وما ادري بيها يعني بوقتها تي تمطر او شيء، يقول راسه تنفجأ مطر بس مطر قوي اخوان باع شلون مايع والله ينزل باع. الحمد لله على كل حال. وانا هم كذلك جواب متكفل بامور الطيور. بالنسبه للعصافير اخوان، العصافير والكوكتيل احدهم اسبوع ما بيضن هن وخاناتهن ينتقلن للمزرعه المحميه بالمزرعه حد اسبوع. ليش؟ يعني اشوفهم والله هسه طبيعي بعلهم اشوفهم طبيعي. ترسي كلش كلش هم خلي. والعصافير هم كذلك تما تروح خلنا نزدقاني الماء تعبني الماء ذاك عالي الماء. طيب ترسي والله كله ذاك بي هذا بي متروس. فخلنا نشوف اسبوع اخوان، احنا نشوف اسبوع الى مثل ما تقولون ما بيضن او شيء ايش راح نسوي؟ ناخذهن وخاناتهن ننقلهن للمحمية بالمزرعة. والأرانب حاليا صحتها كل زين وكيفا على الدخن. تحبين الدخن؟ ها بالنسبة للأرنب السوداء صحتها كل زينة صارت، وسمسمة حامل. هاي سمسمة شوفون حامل إن شاء الله على أولاده. ما أضر شيء إن شاء الله. بشوف الطقة البراسي ما تبو عرس بعولي. ها هي الطقة وعرس نروحها. يعني تبس اجواد يقول بالنسبه لي انا اخاف اجي هنا من ورا ابو عرس، يعني خاف اخوان كل ما يجي هنا يتخيل ان ابو عرس موجود. فان شاء الله ما يجي بعد على هاي الذبه البعيده اللي انت ذبيتها بيدك بعد ويرجع. ما معقوله يرجع، لا ما يرجع. الكوكتيل بسم الله الرحمن الرحيم لسه كل شيء ماكو ماكو شيء بعد. بس شنو اخوان بعض اللي حفره منه ومنه هن ياكلن هن ياكلن اخوان هذا. والعصافير انتو شوفوهم بعد شوي. العصافير انتو شوفوهم ماكو شيء ما اعتقد. لا ماكو شيء. فننطيهم امل اسبوع كامل بركه الله يبزرن على مود اخوان. جايت لي وجبه كلش كبيره من الرينبو والهاجرمو. بسم الله الرحمن الرحيم نجيكم يم الفقاسي محترق عندنا دمه. بسم الله ما شاء الله خير من الله عندنا بيض. فباقي تون صاعد البيضة وهذيك خربانة وهاي خربانة. هذا البيض مال أحد أقاربنا مثل ما قلت لكم أنا، وهذا البيض ماتي. فحاليا ما أقدر إيد وحدة أفحصن كلهن وأرجع لكم. هي على باب التفقيس وهي تتفقس هي الخربانة. فإن شاء الله أفحصن كلهن وأرجع لكم.
بالنسبة للبيضات فحصناهن بيضات أحد أقاربنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بيضات شادات واثنين من عندهن شاك بيهن وبيضاتنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بيضات همينة 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بيضات بيضاتنا مات المزرعة 11 بيضة شادة وبيهن جنين وأحد أقاربنا قلنا 10 البيضات اللي ما شادات إخوان هذني من أنا وهيش وهاي منفجرة خنسد الباب مات بقاسة ونسورف هذني شوفوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ما أعرف جيت خربطت عليه بيضاتنا مال المزرعة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 بيضة ما شادة من بيضات المزرعة و11 وحدة شادة وهذني كلهن مال أقاربنا ما شادات يعني مو يعني ملقحات وميتات لا ما شادات ما ملقحات اخوان هذني ما ملقحات وهذني ما ملقحات فالعم ابو كرار قال لي محمود ديك واحد ما جاي يكفي للمزرعه مالتك فتعال خذ لك ديك مرتب وشوكي ورس قديم جزاك الله خير عم ابو كرار فنجيبه ونطلقه ان شاء الله بالحلقه الجايه بالمزرعه صلوات على محمد وال محمد صلوات صلوات ارام اخوان شوف الصغار عنونيات شوفوا مخلفات هذا واحد هناك راح واحد صلوات على هذاك الاسود شوفوا هذا الاسود هذا الصغيرون فدوا بعد واحد شفت ما هواي اخوان هواي زين هذول شلون راح اكفهن اني ها انه بحاولت وياهن انا ذيك المره طبيت وخذيت هاي الشبكه خذيتها قلت اصيدهن وما صدتهن الكبار انه طلعن جايبات هم زين خطية والله اخوان زين ما ماتن صلواتي والجمال مالتهن فان شاء الله اخوان بكت الله نحاول بالحلقة الجاية انصيدهن شوفوا يما فدوى الثاني وين راح ما جايبين زين هسه انا شلون راح اراقبهن واندل جحرهن تدرون الارنب هي تدفن الجحر مالتها وما تخلي يكون دليل إلها شوفوا شوفوا الجمال يمه فدوى صار له هواي ما شايف هاي الجمال اي والله صار له هواي يمه فدوى يمه فاوله انه بابيض انا اللي عنده اصليات اخوان شاميات الاصليات عيون حمر شوفوا ما شاء الله صلوات على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين الثاني وين راح منا راح معقولة جحرها مناني هذاك الأسود جاي يحفر معقولة انتبهولي أنا أقربه لكم بعد شوفوا ما يوضح ما يوضح ما جاي يوضح جاي يحفر هو وهذا العنوني شوفوا يا ما شاء الله خلفت صلوات على محمد وآل محمد يما فدوى بدي كبة اخوان بدي كبة ان شاء الله باكر راح احاول اي والله راح احاول اكظهن هن وامهن وابوهن وكظ ذاك الاسود اترصد له بالشبكه اخوان واليابره كظ والله ذن الصغار ينكظن بسرعه فلازم اكظهن وانا اجيبهن لان شوفوا قاعد ياكلن شوفوا قاعد ياكل معتمد على نفسه يعني فعلي قاعد ياكل صلوات على مداخل اكل 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 الحائط الحائط شوفوا شوفوا شفتوا ذاك هو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله غير يوضح ما قاعد يوضح انا اوضحه وارجع لكم هسه شوفوا شوفوا اثنين صارن اخوان بس اكو بعد اكو بعد انا متاكد 100% شفت بعد ما ادري اخوان فان شاء الله باكر اترصد لهن وحاول اصيدهن ان شاء الله بالحلقه الجايه تانوني للحلقه الجايه راح انقذهن انقذهن وين يرحن
ونجيبهن هنا للحبيبات. الحبيبات طفيت عليهن الضوء فخليناه من يرتاح الى يظل الضوء مشتغل. هم الطيور يتاذن وهم يعني هن يتاذن. خليه ينامن احسن. هاله وقت التزاوج يا كوكو وسمسومة. كوكو منو؟ يلا احكي يلا قول منو؟ بعد اليوم قاف ما يحكي يوم يمدوخنا هو. اي منو؟ انا جاي يدق البعو يحكي اخوان ويحكي صح منو يدق الباب وزحمه. شوفوا فتزاوج جاي يصير عندهم. بالنسبه السمسومه باعوا حتى ظهرها ماكله هو. يلا بوسه 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 يحكي اخوان خابصني منو؟ باعوا وياي منو؟ اسمعوا منو؟ يلا منو؟ منو؟ يلا كوكو قول منو؟ كوكو منو؟ 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 قافل قالها مرة واحدة وبعد ما حكي يدي حك براسه منو؟ 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 عوف الطلعة عوف الطلعة منو؟ اخوان زين الى صعدناه فوق هو وسمسمة ودعبول. دعبول والله حبسه بخانة بوحدي بس ما اعرف لازم اخذه وافحصه الى نفي او فحل بس انا متأكد 100% نفي. فاخوان الى اخذ كوكو وسمسومة. هل كوكو راح ينسى الحكي لو لا؟ شو تقولون انتم برايكم؟ يعني ينسى كلماته السلام عليكم وي وي وبابا جي وهواي شغلات راح ينساهن لو ما ينساهن؟ احنا ان شاء الله بالحلقه الجايه راح نصعده للتزاوج. بعد غرفه التزاوج نستفاد من عندك كوكو. كوكو بعد تستحق الزواج منو؟ يلا قول تحرش تحرش منو؟ مثل ما قلت لكم اخوان ان شاء الله بالحلقه الجايه راح نصعده هو وسمسومه. نطبقه بخانه بوحده ودعبوله بوحده والمينا لينا هم بوحدها بصف البلبل. شنو رايكم؟ ها كوكو طلبت تزاوج بعد تصعد منو؟ هاي بعد قفل قفل يومي بس دق هيك بس اصعد بس مع الباب يندق هو يصيح منو بوحده. عفو اخوان عفو قافل. فاخوان ننهي الفيديو وياكم ونقول والى هنا يا حبايب القلب نكون وصلنا وياكم الى نهايه حلقتنا مال هذا اليوم. لا تنسونا باللايك والاشتراك. اخوكم محمود وان شاء الله نعوضكم بالحلقات الجايه. بعد عذروني على هاي الحاله ماتي.